السلام عليكم، هلا والله. فتح صندوق جهاز السيريس اكس الجديد من شركة اكس بوكس للألعاب الشهيرة. كل عام أنتم بخير، حاب إني أوريكم هذه التجربة وفتح صندوق واستخدام الجهاز بتقنية الـ 4K. الجهاز حجمه 1 تيرا. المواصفات الهاردوير اللي فيه، ما شاء الله الجهاز حجمه ثقيل جدا. طبعا هذا الجهاز، شوفوا كيف هذا الاكس بوكس. ما شاء الله حجمه ثقيل، ينفع تتمرن به حديد. تابع التجربة هذه، إن شاء الله هتستفيدوا من أشياء جدا رائعة لكم. هذا الجهاز مثل ما أنتم شايفين، SSD 1 تيرا، يدعم ال 4K بتقنية FPS 120 فريم في الثانية. من هنا الكرتون، باور يور دريمز. هنا المواصفات التقنية، تقنية 4K 120 FPS، جيمز اب، تصل الى، طبعا يدعم ال 8K، ايضا الطاقة الديناميكي العالي، هاي ديفينيشن، هاي ديناميك، هاي ديناميك رينج، هاي ديناميك رينج، اكس بوكس فيز بتقليل البنية. طبعا هنا 1 تيرا، معدل العرض المتغير في ار. اللي خلاني اشتري الجهاز هذا هو اخيرا شركة مايكروسوفت دعمت تقنية البلوري. طبعا عارفين كلكم متابعين الجيمز وكذا، في الاعوام السابقة كانت في هناك منافسة بين اتش دي دي في دي وبلوري. طبعا ال HD DVD كانت من انتاج، اعتقد اذا ما خاب ظني، توشيبا او كذا، او تطوير من توشيبا وباناسونيك، وكانت البلوري من تطوير سوني. فالى ان وصلوا الشركات وصلوا الى تسوية فيما بينهم، بدأت شركة مايكروسوفت اشترت التقنية، ما ادري اشترتها من سوني او زي كذا، لكن هي اصلا ملكية فكرية لشركة سوني. فإلى أن اعتمدت مايكروسوفت اعتمدت البلوري، فأنا توجهت للإكس بوكس على طول، لأنه البلوري طبعا الجيجات فيها عالية والسرعة أسرع من ال HD DVD. أعتقد أنه ال DVD أو ال HD DVD أعتقد أنها انتهت، والله أعلم لسه يعني، أو ما عندي أي خبرة عنها. نفك الجهاز ونشوف كيف. طولت معاكم في الكلام، نقول نبدأ. هنا في ايش؟ ما شاء الله مقفل بطريقة محكمة مع شركة مايكروسوفت العريقة. نقول يا هلا والله، واتس جوين اون.
هذا كان كذا هنا الابليكيشن هذا ماسكه بالغلط مقلوب دعم الإضافي ما شاء الله يعني الفلبشر مرة مضبوط يعني صراحة اوه نشوف ايش فيه في الصندوق معقولة ما في يد شفت هنا كأنه الصورة في يد هنا طبعا الى انا اشوف في يد ولا ما في طبعا المعالج ما ادري هنا مو مكتوب المعالج طبعا المعالج اعتقد من AMD او انتل ما ادري تقدروا ترجعوا للهاردوير بس اذا لقيت فرصة اني مشكلة اقول لكم هذا شكله اليد هنا احلى ما عجبني في الاكس بوكس انه معاه سلك اتش دي الترا هاي سبيد اللي هو 2.1 يعني يجي مجانا يعني مع هذا فهذا اللي عجبني يعني ايش في شيء من توفير المبالغ انك ما تروح تشتري كيبل الكابل الانجليزي الاصلي مايكروسوفت ارشادات اقراها بعدين نشوف ايش في الصندوق واو 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 صراحة شركة مايكروسوفت بطارية دورس ال اللي عجبني في اليد انها حلوة مسكتها كذا للأمام وغير كذا طبعا البطارية هنا يا تحط بطارية بعكس السوني يا تحط بطارية هنا عادية اللي هي AAA هذه ترابل A أو تقدر تشتري بطارية شحن وتشحنها من هنا من مدخل التايب سي في أي يعني USB عندك تشحنها فتقدر تطور في الجهاز يعني اللي عجبني إنه إيش الجهاز تقدر تطور الخامة صراحة ما أقدر أقول لكم مسكة الجهاز صراحة تحمس مسكة الجهاز جدا حماس والله يعني صراحة يعني تحس انه في جودة ما شاء الله تبارك الله هذه البطارية طبعا اعتقد انه من دوراسيل هي من دوراسيل بس مكتوب هنا بخط صغير طبعا الظاهر انها ايش مخصصة ميس ان جيمند فاعتقد انها مخصصة ايش او ايمو او كذا يعني اعتقد يبغى لها USB وتتعرف على ال... طبعا نشيل هذا نجيب هذا طبعا اعتقد انه الدائرة تحت هنا او فوق في عفوا فايش اقلبه اوه ماي جاد ثقيل باور يور دريمز ما شاء الله فك العريس هذا واو 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 ما شاء الله حط له زي ما تقول زي الغلاف
هذا الجهاز أمامكم. وصل الإكس بوكس سيريس إس الجديد 2021. الآن وصلت الإكس بوكس على الشاشة. نشغل الشاشة الآن. الآن وصلت الإكس بوكس على الشاشة. هنبدأ إيش؟ شغل الشاشة. الآن وصلت الإكس بوكس على الشاشة. هنبدأ الآن نشغل الشاشة نشوف كيف تجربة الإكس بوكس. اشتغل الجهاز هناك. ونش نسوي؟ نروح. أيوة جاء جهاز إعداد. نختار إيش ألعب. هنا يقول لي إن الرمز الخاص بي مسوي سكيب العربية السعودية. كلمة المرور. هنا طبعا يقول اكتشف لعبتك المفضلة التالية. اكس بوكس جيم باس التيميت شهر واحد ب3.90 ريال. يتم تجديد في الشهر 54 في الشهر. يتضمن أكثر من 100 من الألعاب وحدة التشغيل والكمبيوتر الشخصي ونظام أندرويد الإصدار التجريبي عند توفره و EA Play و Gold للعب عبر الإنترنت مع الأصدقاء. كل ذلك بسعر شهري منخفض يتم تحويل أي وقت يتبقى في الجولد إلى ألتيميت لك مجانا. استمتع أيضا بمزايا مثل المحتوى داخل اللعبة وعروض الشركات. نشوف الإكس بوكس جيم باس ألتيميت. طبعا مجاني شهر بعدين إيش يبدأ. مدة شهر واحد يشمل الضريبة ضريبة القيمة المضافة 3.90 ريال. التالي
أدري فيه بطاقة هدايا أو كذا. الآن اشتركت في خدمة إكس بوكس باس، وننتقل إلى الشاشة الرئيسية. واو، تم فتح الشاشة الرئيسية. نشوف الآن إيش فيه الآن. طبعا جاني إعداد الآن، هل تريد الإبقاء على تقنية 4K أم تريد الرجوع إلى وضع HD؟ فحطيت والآن نشوف الألعاب هذه. Resident Evil المتوفرة. واو، نشوف Resident Evil. شراء ب26 ريال. الحركة والمغامرة، الجزء الرئيسي الثامن. توافق ذكي. هنا نشوف الفئة العمرية، الحجم 30 جيجا. يتم الآن التحديث. سبورتيفو. شوف الآن الألعاب المجانية موجود، لأنه عمال يقولوا في ألعاب مجانية كثير. هذه قيمتها 26 ريال. أوه إيش هذا؟ أيوة. لا مشكلة، نشوف إيش الألعاب. نشوف جيم باس، لأنه فيه له 100 لعبة مجانية. خلينا نجرب تقنية الفور كي إظهار الكل. أكثر من لعبة في هذه المجموعة جيم باس. طيب نشوف إيش الألعاب الموجودة في الإكس بوكس. باتل فيلد 3 4 باتل فيلد. طبعا كل الألعاب حقت إكس بوكس 360، يعني كلها الأجزاء القديمة يعني منزلينها هنا. يقول لك اشتراك بس، يلا كويس مو مشكلة. 100 لعبة ب3 ريال في الشهر، ما في مشكلة. أوه فيفا كويس والله. طيب نشوف ايش في الالعاب الموجودة الان. طبعا يقولوا انه الاكس بوكس تفوق على البلاي ستيشن في منظومة الالعاب، يعني منظومة الالعاب اكثر، والدعم من مايكروسوفت قوي. يعني الان بنجرب الفور كي، نشوف ايش في لعبة فيها فور كي. اعتقد انه الكول اوف ديوتي و والله أنا ماني شايف ألعاب جميلة، يعني في بعضها ماشي. توم رايدر ما في. نزلنا الأخير. مش في ألعاب إكس بوكس. فورنايت، فين راحت فورنايت؟ صراحة يعني الجرافيكس ممتاز، يعني ممتاز الجرافيكس يعني، بس انه ابغى اشغل اللعبة. يعني بشغل اللعبة.
الآن حملت بعض الألعاب أو جالس أحملها، تفاجأت في الإكس بوكس سيريس إس إنه الداونلود فيه ضعيف، ضعيف جدا، ضعيف جدا. يعني جوال هواوي بي 40 برو بلس أسرع من الإكس بوكس في الداونلود. يعني شوفوا كيف، شوفوا كيف جالس أحمل، شوفوا داونلود بطيء 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 وزبالة مرة. فعاد حنتظر إلى أن يتم الداونلود وأبدأ لكم التجربة. الله يعين. الآن راح أجرب معاكم عدة ألعاب الحين. طبعا حملت بعض الألعاب عن طريق جيم باس. طبعا هشغل ريزيدنت ايفل 7 عن طريق جيم باس اللي ما انتم شايفين. طبعا اللعبة أنا لعبتها، يعني جربتها قبل قليل، أعتقد إنها قديمة أو إنه الريزوليشن فيها مش صافي شوي، يعني هو عادية تعتبر، ما شفت منها إيش أي فرق. اللعبة ما عجبتني كثير، يعني صراحة أشوفها عادية. حملت برضو فاينل فانتسي. حملت
فورتنايت بس قاعدة تتحمل الآن. حجرب معكم فاينل فانتسي شكلها حلو. اللعبة الجرافيك فيها عادي أو يعني والله أني شايف الجرافيك مرة سيء يعني. بطلب الاسم أسلوبها قديم سعد. هي قصة خيالية أو شيء زي كذا.
الجرافيك فيها مرة سيء صراحة، هي الإصدار القديم هي. المهم حجرب لعبة ثانية. مشكلة السيرفرات حقت اكس بوكس بطيئة جدا. هجرب لكم لعبة ثانية، هجرب لعبة ميتل جير، اصدار قديم هي على الاكس بوكس القديم، بس هجربها. اللعبة يطلب إعدادات البرايت، هذه اللعبة من شركة كونامي، طبعا سلسلة ميتال جير القديمة اللي كانت على بلايستيشن 1 و 2 كذا. جدا جميلة. شوف طبعا شركة كونامي في الألعاب، أنا اللي أعرفه إنه شركة تصدر ألعاب جدا جميلة. بيرفيس كلوس من شركة كونامي طبعا جدا رهيبة. جدا كيف
Look up, please. Very good. How do you feel now? Can you speak? اللعبة أحس إنها جيدة شوية أفضل من الفاينل فانتسي. فاينل فانتسي ريزولوشن مرة معدوم. اللعبة شكلها حماسية حلوة. يعني شكله فيها أكشن في هذا، لكن حجرب لكم لعبة Resident Evil 8 فيها تقنية 4K. هي آخر لعبة نزلت
للإكس بوكس، أو هي تدعم الإكس بوكس إكس فقط.